وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم أخبار المال والأعمال. مرنا إيهاب وتفاصيل مرنا. شكرا لكم محمد وليلى، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكد اتحاد البنوك المصرية على الالتزام التام بصرف قيمة التحويلات الخارجية لمستحقيها بنفس عملة التحويل، نفياً ما يتردد من شائعات بشأن التوقف عن صرف حوالات المصريين بالخارج أو اشتراط الحصول على ما يقابلها بالعملة المحلية. وأوضح الاتحاد أن تلقي الأموال المحولة من خارج مصر إلى الداخل عن طريق البنوك لا يخضع لأي قيود، وأن صرفها يتم بالعملة الأساسية التي تم التحويل بها أو بالعملة المحلية حسب رغبة العميل. كما شدد اتحاد البنوك على أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تماما، وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتلامس حاليا مستوى 50 مليار دولار، موضحا أن استثمارها يتم وفق أفضل المعايير المصرفية وبدون أي مخاطر، وذلك لتمويل عدد من المشروعات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية، مؤكدا عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد هذه الودائع أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية. أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالأسواق. وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال. شهدت مدينة العين السخنة مراسم تسليم أول حفار بترولي صناعة مصرية 100%، ويأتي تصنيع الحفار ضمن خطة طموحة للدولة لتوطين صناعة الحفارات في مصر وتوفير مستلزمات إنتاج صناعة البترول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كانت مدينة العين السخنة على موعد للاحتفال والإعلان عن تصنيع أول حفار بري بترولي تم تصنيعه على أرض مصرية وبأياد مصرية خالصة بنسبة 100% لتنافس الدولة بقوة في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشهد قطاع البترول خطة لإنتاج أول 5 حفارات بترولية برية استعدادا لبدء تصدير إنتاج الحفارات المصرية لمختلف أسواق البترول العالمية. إنتاج أول جهاز حفر للبترول، تصنيع صناعة مصرية 100%. فطبعا احنا بنقول ان احنا سعداء ليه، لان النهاردة دي تجربة مهمة جدا بالنسبة لنا. احنا يمكن قطاع رائد وبنحاول نشتغل في كل ما يتعلق بصناعة البترول بحيث ان احنا نصنعه محليا بقدر الامكان، والنهاردة احد اهم الادوات اللي بنشتغل بها هي اجهزة الحفر بتاعتنا اللي هي بتشتغل في حفر الابار لانتاج البترول. فابتدينا اهو نصنع، والحمد لله دي كانت يعني ان البدايه. هو اول مشروع جهاز حفر يتم تصنيعه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتصل قوته وقوه البريمة الى 2000 هورس باور، حيث صنع باحدث تكنولوجيا حفر في العالم وباحدث نظم الجوده ومعايير الامان العالميه، ويعمل بنظام تحكم الي ومزود بسوفت وير على اعلى مستوى من التكنولوجيا. الحفار ده 1 من 7 حفارات هيتم انتاجهم، بس ده الباكوره الانتاج، وده أول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية ينتج فيها حفار بالشكل العظيم اللي احنا كلنا شفناه دون. ده الحفار اللي بيستخدم في الخليج زي ما سمعت في التقديم، ان ده اللي بيستخدم في المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج. يهدف المشروع لتلبية الاحتياجات المتزايدة على هذه النوعية من الأجهزة بالسوق المحلية، خاصة في ظل النشاط المكثف للشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، حيث سيسهم إنتاج الشركة في سد فجوة أجهزة الحفر البرية بالأسواق المحلية والعربية والإقليمية
العالمية التي تشهد زيادة في الإقبال عليها نظرا لكثافة أعمال التنقيب عن البترول، لتتصدر مصر هذا القطاع الحيوي وتنافس كبرى الشركات العالمية في هذا المجال. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين توقيع عدد من العقود النهائية داخل نطاق المطور الصناعي تيدا مصر لمشروعات في مجالات صناعة النسيج وقطع غيار السيارات ومحولات الطاقة الكهربائية. كما أوضح جمال الدين أن المشروعات الجديدة هي نتاج عمل متواصل وشراكة استراتيجية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، كما ثمن جهود المطور الصناعي لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات المستهدفة ذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط معوضة بعد خسائر الجلسة السابقة، بعدما أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة أكبر اقتصاد في العالم في طريقها إلى الانتهاء. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.16%، مسجلا 80.32 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 1.51%، ليصل إلى 75.96 دولار للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.18%، لتصل إلى 2.61 دولار للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 2.89%، لتسجل 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة في يونيو، وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين، إذ يواصل التضخم الانحسار. وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2% الشهر الماضي على أساس شهري مقابل 1% في مايو، مدفوعا بزيادة أسعار البنزين وكذلك الإيجارات، وهو ما عوض أثر انخفاض أسعار السيارات المستعملة. وفي 12 شهرا حتى يونيو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3%، مسجلا أقل زيادة سنوية منذ مارس من عام 2021، بعد زيادة سنوية قدرها 4% في شهر مايو. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم محمد وليلى. شكرا لك يا مرد.